بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. برنامج الترند النهاردة هيلقي الضوء على موضوعات مهمة جدا، وهنضع عناوين هي في الأساس قد تكون عناوين صحفية لكن عناوين إعلامية تبرز الوضع الحالي للرياضة المصرية وللكرة المصرية بشكل خاص خلال الفترة القادمة. حالة الترند النهاردة هي بالتأكيد جاية برضو ليلة مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام. هنطرح سؤال له علاقة بالمباراة، وفي نفس الوقت هنتابع ايه اللي بيحصل عبر السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، والموضوعات اللي ممكن نطرحها بالنسبة للمرحلة القادمة عشان نفضل دايما في ظهر الفريق وفي ظهر النادي خلال الفترة اللي جاية، لأن الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا تقدروا تقولوا هو الحصاد لنهاية الموسم. فترة حسم الدوري، فترة البطولة الإفريقية، شهر كامل هيكون فيه تفاصيل كتيرة جدا، عشان كده محتاجين نركز على تفاصيل صغيرة بالنسبة للمرحلة الجاية. لكن بسرعة ندخل في حلقة النهاردة ونتكلم على السؤال اللي الناس هتشاركنا من خلال هذا السؤال والإجابة عبر صفحات القناة، عبر السوشيال ميديا من خلال فيسبوك وتويتر وإنستجرام. والسؤال هو: ما هو توقعاتكم لتشكيل الأهلي في مباراة الجونة غدا بعد مباراة القمة؟ وأكيد ممكن يكون في بعض الغيابات بالنسبة لمباراة الغد. إيه هو التشكيل الأقرب، أو كل واحد شايف التشكيل المناسب اللي ممكن الأهلي يلعب بيه مباراة الجونة؟ الكل يشارك معنا، لأن في نهاية الحلقة إن شاء الله فقرة مخصصة للإجابة أو العرض إجابات كل المشاهدين وكل المتابعين لبرنامج الترند عبر شاشة قناة النادي الأهلي. لكن بسرعة نبدأ بأهم العناوين وثلاث ترندات في حلقة النهاردة من برنامج الترند. في ترند الأهلي: الفريق يختتم تدريباته الليلة استعداداً للجونة. وفي الترند المحلي: اتحاد الكرة يلغي مساحات كورونا قبل المباريات. وفي الترند العالمي: كوكا أفضل لاعب في المرحلة النهائية للدوري اليوناني. أهلا وسهلا بحضراتكم، ودي كانت العناوين البارزة أو العناوين الأساسية لحلقة النهاردة من برنامج الترند. لكن ترند الترند محتاجين نتكلم بقى إيه في شوية تفاصيل وشوية عناوين كده مهمة، عشان جمهور النادي الأهلي عامل حالة جميلة وحالة طيبة في ظهر الفريق خلال الفترة الأخيرة. هو عنوان في شكله أو تفصيلته عنوان صحفي، لكن هو بيأكد كل المواقف اللي بتحصل حاليا مع النادي الأهلي، وهي بمعنى أدق إن النادي الأهلي بيواجه حرب تكسير عظام خلال الفترة الحالية. بمعنى حرب تكسير العظام مش مباراة كرة قدم فقط، لكن لا، الفكرة في هز الثقة، في تصدير المشاكل، في تنوع الهجمات اللي ممكن تواجهها سواء عبر السوشيال ميديا أو عبر وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة. بمعنى أدق أنت بتواجه، رغم إن احنا بنلعب رياضة وبنلعب كورة، لكن ده متاح وبيحصل في كل دول العالم، وبيحصل في الرياضة الأوروبية، وبيحصل في كرة القدم تحديدا في الدوريات الأوروبية وفي الدوري الإنجليزي. لكن بتبقى ما بين دربيات أو كلاسيكو ما بين نادي وتاني، مجموعات أخرى وأندية تانية. لكن أنت في مصر في الفترة الأخيرة دايما بيتم شيطنة الخطأ اللي ممكن يحصل داخل النادي الأهلي. أي فريق وأي نادي وهو شغال وبيلعب مشواره المحلي والإفريقي أكيد بيبقى عنده إيجابيات وعنده سلبيات. إيجابياتك بتحاول تأكدها وبتشتغل عليها وبتحاول تبرزها، ولو عندك سلبيات بتحاول تعالجها. والإعلام المحايد دوره هنا إنه إزاي يعالج هذه السلبيات بالمنطق وبالعقل وبالموضوعية. لكن أنت هنا بتتعامل مع شيطنة الخطأ، بتتعامل مع مبدأ تكسير عظامك وانت داخل على مراحل حاسمة. مش هدخل في مقارنات أو في مواقف، لأن أنا هقول أمثلة، مش هقول كلام عام، مش هقول أسماء، لكن هقول أمثلة، ومن خلال الأمثلة الناس هتعرف إزاي الإعلام بيتعامل، هل بموضوعية ولا بفكرة تكسير عظام نادي كبير بيمثل مصر في البطولة الإفريقية والمرشح الأبرز ليها بعد شهر لما تنطلق مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. لكن هتكلم في الجزئية دي، لكن هبدأ بآخر حدث وآخر موضوع، وهو النهاردة تصريح خرج للأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وقال إن لجنة الحكام برئاسة الكابتن وجيه أحمد تقدمت بمذكرة ضد المهندس عدل القيعي، أحد مقدمي برامج قناة النادي الأهلي. والمهندس عدل القيعي علامة بارزة من علامات الإعلام الرياضي وإعلام النادي الأهلي بشكل خاص، وإحالته للجنة الانضباط خلال الفترة القادمة. وهو السؤال الأبرز هنا: هل المهندس عدل القيعي هو أحد
عناصر اللعبة؟ هل هو لاعب؟ هل هو إداري؟ هل هو مسؤول ضمن الأجهزة الفنية لفرق كرة القدم اللي بتشارك في الدوري العام؟ هل هو عضو مجلس إدارة؟ لائحة الانضباط بتحدد الإطار اللي على أساسه بتحاسب عليه أي طرف أو أي عنصر من عناصر اللعبة لما بيخرج عن النص. هنيجي على الخروج عن النص وهنتكلم فيها دلوقتي، بس أنا بتكلم في الجزء اللائحي، بتكلم لائحة الانضباط لما بتيجي تحاسب أي حد بتشوف اللائحة نفسها الشخص المنوض بالحساب أمامها عنصر من عناصر اللعبة ولا لأ. ده جزء أساسي لازم نتكلم عليه في البداية. مهندس عبد القيعي ليس عنصر من عناصر اللعبة. مهندس عبد القيعي إعلامي، وإعلامي بارز، وإعلامي من الإعلاميين اللي ليهم شعبية كبيرة جدا والناس بتثق فيه جدا وبتحب تستمع جدا لآرائه، لأنه أحد العلامات البارزة في الإعلام الرياضي وإعلام النادي الأهلي تحديدا خلال آخر 25-30 سنة. لكن لائحة الانضباط هل فيها ما يفيد إن في بند يعاقب أحد مقدمي البرامج؟ طب الإعلاميين ومقدمي البرامج والضيوف الصحفيين حتى والإعلاميين، طالما بناخد هذا القياس في أماكن أخرى، مين المسؤول عنهم؟ هل لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تقدر تحاسب أي مسؤول لما بيهاجم بقى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي؟ طب دي في البداية. الجزئية الثانية، إيه اللي اتقال غلط؟ أو إيه التصريحات اللي صدرت عن المهندس عادل القيعي كان فيها غلط؟ الراجل اتكلم بكل منطق واتكلم في أحداث المباراة بشكل سليم وما قالش أي حاجة غلط. هل محللي التحكيم اللي طلعوا اتكلموا على أداء الحكم هم كمان اتحولوا لجنة انضباط؟ ومحللي التحكيم بقى، أنت بتتكلم مش محللين تحكيم عاديين، لا ده منهم محاضر دولي وحكم دولي سابق ورئيس لجنة حكام سابق، اتكلموا بكل شفافية على التحكيم وقالوا أخطاء الحكم الكرواتي وقالوا الأخطاء الفجة اللي حصلت من الحكم الكرواتي، وقالوا كمان إن المساعدين اللي كانوا موجودين في غرفة تقنية الفار مش حكام دوليين. هل ده هنا أخطأ؟ هل هنا كان في مشكلة؟ تمام؟ أنا بتكلم على الحكام المصريين اللي طلعوا واتكلموا، هل هيتم إحالتهم لجنة انضباط؟ أنت بتتكلم في أخطاء تحكيمية واضحة، وبتتكلم عن خطأ من لجنة الحكام في كيفية اختيار حكم أدار من قبل مباراة للأهلي في البطولة، كانت فيها أخطاء تحكيمية، وحكم ليس من حكام الصفوة. حكم تاريخه معروف بالنسبة للجميع. لما يطلع إعلامي ويتكلم مع جمهوره ويشرح الأحداث ويسرد الأحداث، هل هنا في خروج عن النص؟ كلمة لجنة الانضباط أو كلمة لائحة الانضباط في ناس تانية هي اللي لازم تتحاسب عليها. في شكاوي تانية محطوطة في الدرج بقالها شهور ما طلعتش. هنا المفروض الناس دي هي اللي تتحاسب من لجنة الانضباط. هنا كفة أو معيار العدالة داخل الجبلاية ما أصبحش متوازن، أصبحت في كفة على حساب كفة، وواضحة على الملأ وبقت بشكل واضح جدا قدام كل الناس. أنت هنا مش هقول اللي أنت خدت قرار، لا ده أنت زنقت نفسك في قرار مهم جدا. أنت زنقت نفسك في قرار مهم جدا. هذا القرار أو هذا التصريح لما يطلع من المدير التنفيذي لاتحاد الكورة، أنت هنا زنقت نفسك في قرار مهم جدا. والحساب هيبقى من اللحظه دي او مش هيبقى من اللحظه، لانه كان في قبل كده حسابات سابقه وما حصلتش فيها حاجه، وقلت في شكاوي في الدرج وما حصلش فيها اي حاجه، والله اعلم هيحصل فيها ولا مش هيحصل فيها، لكن هنشوف الساعات الجايه، لان في خطوات مهمه جدا ان شاء الله هنتابعها في الفتره اللي جايه بخصوص هذا الامر تحديدا. تفعيل دور لجنه الانضباط في امور كثيره جدا، تفعيل دور لجنه القيم في امور كثيره جدا، وفي امور كتير قوي 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 الفتره الجايه لازم يبقى الحساب فيها بالورقه والقلم. لكن في البداية وفي النهاية مهندس عبد القيعي ليس عنصر من عناصر اللعبة. الكلام ده على فكرة مش كلامي، الكلام ده كلام ناس مختصين في اللوائح داخل اتحاد الكرة المصري. الكلام ده كلام ناس مختصة في اللوائح داخل اتحاد الكرة المصري. وأشك، بل مش أشك، لا أنا متأكد 100% إن لجنة الحكام لما خدت هذا الأمر إنها تقدم مذكرة، أكيد الطلب منها تقدم شيء معين، أكيد الطلب منها تقدم حاجة معينة، لأن مش مجلس الإدارة اللي هيتخذ القرار، لجنة الحكام اللي هتتخذ القرار. ولجنة الحكام في تشكيلها الجديد ما تعرفش هي لجنة حكام مؤقتة ولا لجنة حكام مكتملة ولا هي لجنة حكام بتدير الموضوع إزاي. ما كفاية الأخطاء اللي موجودة حتى في مسألة تقنية الفار والحكام الدوليين. يا راجل يا طيب، ده أنت ما عندكش حكم واعد تحت 30 سنة، روح شوف مشاكلك الداخلية عندك في التحكيم وبعد كده بص على اللي بيتقال في الإعلام. أنت ما عندكش حكم واعد تحت 30 سنة،
لما الاتحاد الافريقي يختار صفوه الحكام الواعدين في الفتره الجايه وما يكونش فيها حكم مصري، تقفل على نفسك المكتب وتقعد تبص في ورقك وتذاكر وتشتغل وتشوف مشاكلك فين. لما تجيب حكم لمباريات القمه تجيب حكم محترف، حكم نخبه، حكم من حكام الصفوه، مش تجيب حكم لا موجود في كاس العالم 2010 ولا 14 ولا 18. اختاروا اختيارات صحيحه ما تكونش فيها اي شبهه او اي فيها تفاصيل، عشان في النهايه الحكم ده لما يغلط انت تبقى عملت الهوم ورك بتاعك، محدش يقدر يلومك. لكن ما تبقاش عامل انت الواجب بتاعك صح وتيجي تلوم على الاعلام لما بيقيم شغلك، تقول له لا انت ازاي تتكلم على شغلي، انت مش شغال صح. فما تلومش الاعلام اللي دوره انه يقيم شغلك انه ما يتكلمش، خاصه لما بيتكلم بيتكلم بادب وبيتكلم باحترام، بيتكلم بقوانين لعبه، بيتكلم باخطاء تحكيميه واضحه في الملعب قدام الكل، مش بيتكلم كلام عام وانت حكم كذا وانت حكم كذا وانت يا رئيس اللجنه فاكر الاعلان كذا ولا عملت كذا ولا في مكالمه كذا. ما الحاجات دي موجوده. وبالمناسبه اللي اتقال على الكابتن وجاه احمد من سنتين لا يسقط بالتقادم. لائحه الانضباط قالت لو في حد اتهم عنصر من عناصر التحكيم بالفساد في اللحظه دي لو بعد سنتين ممكن تتحرك شكوى، لان شكوى الفساد هنا لا تسقط بالتقادم. ده مش كلامي، ده كلام لائحه الانضباط اللي انت على اساسها عايز تحاسب عنصر اعلامي او مقدم برامج كبير وذو صفه وشخصيه قديره في امر ليس من اختصاصك اللي انت تتكلم معاه اساسا. فبالتالي انتوا عندكم مشاكل كتير حلوها، لان مبنى الجبليه مليان مشاكل كثيره جدا، وخلوا كفه العداله متساويه، لان احنا داخلين في المرحله الجايه داخلين في مراحل صعبه. تمام. عناصر اللعبه نفسها بقى، المباراه اللي فاتت اللي كانت بتلعب على استاد الكليه الحربيه، التصريحات اللي نزلت في بعض المواقع، احد اللاعبين الاجانب في احدى الانديه اللي في المركز الثاني او في الوصيف، انا ما بحبش اقول اسامي، تصريحات نزلت في الجرايد وفي كل المواقع. انت المفروض هنا اتحاد الكره كنت تعمل ايه؟ تستدعي اللاعب، هل التصريحات دي صحيحه ولا غير صحيحه، وتستند الى اي شيء من الموقع لنشر هذا التصريح، التصريحات دي صح ولا غلط. ده دورك انت هنا، لان في تصريحات بتنزل في بعض المواقع وفي بعض الصحف، وفي تصريحات صوت وصوره انت بتسمعها بودنك بس بتعمل نفسك مش شايف. ليه؟ ده الاسباب كتير. وبالمناسبه عمر الرياضه ما كان فيها حصانه، عمر الرياضه ما كان فيها حصانه. شوفوا الاتحاد الدولي بيحصل فيه ايه، شوف جياني انفانتينو في التوقيت ده بيحصل فيه ايه. عمر الرياضه ما كان فيها حصانه. ركزوا على العنوان ده لان الكلام ده مهم جدا بالنسبه للمرحله الجايه. وانا قلت لكم بالنسبه للمرحله دي انت في معركه او في حرب تكسير عظام، وانت داخل على معترك نهائي افريقيا او نصف نهائي افريقيا ان شاء الله. فالمرحله دي جمهور النادي الاهلي آه الحمد لله فاهم جدا وواعي جدا، وعمر جمهور الاهلي ما كان لجنه او لجان او كتايب. اللي بيشتغل بطريقه اللجان والكتايب هو اللي عارف المعنى فبيكتبه فبيوصفه، لكن جمهور النادي الاهلي عارف مصلحه ناديه وما بيدافعش عن شخص. جمهور الاهلي بيدافع عن النادي الاهلي لانه عارف كويس جدا ان الاعلام الحالي ما بقاش اعلام موضوعي. الاعلام الحالي او معظمه اللي ظاهر كان بيشتغل في اعلام احد الانديه، فطبيعي لما ياخد اتجاه واخد اتجاه لانه سكريبت متحدد ليه ايه سكته وايه اللي هيقوله. فحرب تكسير العظام اللي احنا بنواجهها في الفتره الحاليه احنا ابدا ما هنكون رد فعل ولا هنبقى فعل، احنا هنركز في شغلنا وهنركز مع فرقه الكوره، ولو عندنا اخطاء وفي اخطاء لازم نعمل جرس انذار للمرحله الجايه عشان نعالج اخطائنا. ممكن يكون في اخطاء، وفي الوارد ممكن يكون في اخطاء ولازم تتصلح ولازم تتعالج، لكن في النهايه لازم تحط الثقه في صفوف اللعيبه، ولازم تضع الثقه بين الجهاز الفني واللعيبه عشان المرحله الجايه. انت في مرحله حسم، بقول لكم انتوا قدام 30 يوم مرحله حسم، حسم الدوري ومباراه الوداد البيضاوي المغربي. صدقوني والله الحصاد الموسم ده كله في الشهر ده، فخدوا بالكم كويس قوي، لان لو هنعمل مقارنه ما بين الاعلام الموضوع اللي بيشوف اخطاء الاهلي باخطاء الوصيف او المركز الثاني، لا 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 مفيش مقارنه. يعني عمر الاهلي ما تحول لجنه انضباط في الاتحاد الدولي ولا توقف له قيد، هل في اعلام طلع يتكلم على الموضوع ده لما قبل كده استنف المحكمه الرياضيه؟ هل الاهلي توقف له قيد في الاتحاد الدولي؟ هل الاهلي توقف له قيد وتحول لجنه انضباط في الاتحاد الدولي؟ هل في اعلام ناقش الموضوع ده؟ لا، يناقش موضوع ثاني، موضوع رمضان صبحي، لعيب هرب وخد حكم بغرامه، هل اعلام يناقش الموضوع ده؟ لا ما يناقش الموضوع ده، يناقش موضوع وليد سليمان.
تخيلوا يعني يناقش موضوع وليد سليمان، بتبقى عندك حاجات واضحة وصريحة وقرارات ومواقف واضحة، لكن الإعلام مش موضوعي فما يناقشهاش، لازم يصدر لك المشكلة والخطأ. طيب بالنسبة لوليد سليمان، وليد سليمان من اللعيبة اللي خلال 9 سنين عمل إنجازات وحقق بطولات ما حققهاش لعيب أو ربع إنجازات لعيب في فرقة تانية ممكن بتحاول تنال من وليد سليمان. يعني أنا هتكلم مثلا عن دوري 2019-2020، وليد سليمان لعب 19 مباراة، بالمقارنة مثلا لو طارق حامد لاعب نادي الزمالك اللي دايما بيتقال عليه كلام كتير جدا وفي مواقف كثيرة جدا بنشوفها في الملعب، وكانت مباراة القمة الأخيرة ضرب عمرو السولية على راسه وهو بيسدد الكورة، اللعب على أنكل حمدي فتحي وكانت واضحة وصريحة، لكن محدش بيركز على الحاجات دي. حتى وليد لما زار محمد عبد الشافي عشان يطمئن عليه انه احد زملائه السابقين، مش في صفه اعتذار، بيطمن على عبد الشافي، لكن الناس ما خدتش الكلام ده وبصت على بيان ما كانش ليه اي معنى وبيان ملوش اي قيمه. لكن في النهايه بصوا المقارنه اللي قدامكم بين وليد سليمان وطارق حامد. وليد سليمان لعب 19 مباراه خد انذار واحد، طارق حامد لعب 13 مباراه خد 3 انذارات. وليد سليمان ما اطردش، طارق حامد اطرد السنه دي 2. الاخطاء على وليد سليمان 22، الاخطاء على طارق حامد 32. ده انت بتتكلم في احصائيه بس السنه دي 2019-2020 في الدوري العام بس. حبيت بس ارصد لكم الاحصائيه بالشكل ده عشان اوصف لكم الواقع بالارقام، لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل، لكن في النهايه الاحصائيه دي تقول لكم الناس دي عايزه توصل لمرحله وليد سليمان يبقى في اطار ايه او يتحط بين قوسين يبقى ايه. لكن وليد سليمان احد لاعبي واحد اساطير النادي الاهلي اللي حققه في 9 سنين ما حققوش لعيب او ربع اللي حققه لعيب تاني في فرقه تانيه في وصيف او مركز تاني او تالت خلال 9 سنين او حتى منذ حوالي 112 سنه. اخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وندخل بقى انا بسرعه في عناوين ترند الاهلي. عندنا تفاصيل متعلقه بالمراحل الحاليه والاستعداد لمباراة الجونة. نبدأ أول حاجة من الصفحة الرسمية ليلا كورة عبر الفيسبوك، واللي مكتوب فيها إن تقرير طبي هيحدد موعد عودة صالح جمعة لمباريات الأهلي خلال الفترة اللي جاية. كمان الصفحة الرسمية للوطن سبورت قالت إن صالح جمعة يقترب من دخول قائمة الأهلي أمام الجونة. ونشرت صفحة الأهلي اليوم على الفيسبوك أرقام مواجهات الأهلي والجونة في الدوري العام. ومن حساب أهلي فانز على إنستجرام قالوا إن أحمد الشيخ هيخضع لاختبار طبي النهاردة لتحديد موقفه النهائي من مواجهة الجونة غدا. ولسه مع سوبر كورة من الحساب الرسمي على تويتر اللي نشروا تقرير بعنوان هل يحق للأهلي الدفع بوليد أزارو أمام الوداد المغربي في نهائي إفريقيا؟ هنجاوب على السؤال ده. ومن حساب ماجيكانو على تويتر وجهوا رسالة للاعبي الأهلي بأن إفريقيا هي الرد المناسب لكل ما يحدث. كمان الحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر كتبوا لجنة تعاقدات الأهلي تبدأ البحث عن حارس مرمى. وأخيرا من الحساب الرسمي لي في الجول على إنستجرام نشروا أن وزير الرياضة بيزور مؤمن زكريا في منزله، وعندنا كمان صورة مهمة جدا لزيارة جمهور الأهلي لمؤمن زكريا في منزله. أهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا في تفاصيل كتيرة جدا متعلقة باستعدادات الأهلي لمباراة الجونة، ودايما السوشيال ميديا لما بيكون فيها حاجة متعلقة بالأهلي بتبقى هي مسار الحديث، لأن دايما الأهلي هو الترند، دايما الأهلي على السوشيال ميديا يعني تقدر تقول الصورة الخبر التعليق محط اهتمام الجميع، لأن دايما النادي الأهلي الصورة بتمن والخبر ليه تمن، لأن النادي الأهلي قيمته ومكانته كبيرة جدا، وده بنلاحظه من خلال السوشيال ميديا وحتى من الصفحة الرسمية. عدد الفانز والمتابعين الحمد لله كبير جدا، من أكبر الأندية في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية، وبالطبع هو الأول على الدوري المصري. لكن بسرعة نروح لملعب مختار التتش بالجزيرة، محتاجين نطمن على الفرقة وهي بتستعد ليلة المباراة للقاء الجونة في الدوري العام. طبعا برحب بزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من قلب الحدث عشان نعرف منه اخر الاستعدادات بالنسبه لمباراه الجونه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك طبعا وكل التحيه لكل جمهور وعشاق متابعي قناه الاهلي في كل مكان.
طبعا في اللحظات دي محتاجين نطمن منك على استعدادات الفريق ليلة المباراة. أكيد ظاهر قدامك المجموعة اللي ممكن تتدرب أو تدخل القائمة، مين ممكن ما يكونش موجود في قائمة الغد؟ كان في كلام كثير جدا على لعيبة بعد مباراة الزمالك ممكن تكون موجودة زي صالح جمعة، أحمد الشيخ. أكيد أنت في قلب الحدث وشايف كل التفاصيل، فإطلعنا بقى من خلالك عن كل ما يدور داخل ملعب مختار الكتش. طبعا اكيد طبعا زميلي محمد سعيد، في البدايه يعني ان شاء الله باذن الله بقى تكون انطلاقه جديده مباراه الجونه، النادي الاهلي والجونه طبعا غدا على استاد القاهره باذن الله تكون انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي. مش هنتكلم بقى على اللي فات خلاص، وده اللي اكد عليه الجهاز الفني، يمكن كان في محاضره سريعه جدا قبل انطلاق المران اللي بدا فيه تمام الساعه 5:30 اليوم النهارده على ملعب مختار التتش. كل طبعا الكلام في مع الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ غلق الصفحه تماما، بقى التركيز في الفتره اللي جايه كل الامور دي نعديها، خلاص عندنا مباراه مهمه جدا مباراه الجونه، في عناصر مميزه جدا بتلعب كوره جيده جدا، محتاجه تركيز، محتاجه شغل فني كبير جدا، وده اللي الحقيقه بيقوم بيه الجهاز الفني ومستر ريني فايلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. بالفعل زميلي محمد يمكن بدا التدريب، يمكن اقول من 5 دقائق او 10 دقائق بدا بالفعل تدريب بفريق النادي الاهلي. يعني خلاص بقى نقدر نقول الفتره اللي جايه محتاجه تركيز وحماس وجديه كبيره جدا بالنسبه للاعبين وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، بيساند وبيدعم وعلى وعي كبير جدا، وده اللي بنشوفه الحقيقه زميلي محمد، وبنشوفه سواء على الكومنتات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. جمهور النادي الاهلي كبير جدا وقيمه النادي الاهلي كبيره جدا، وده اللي ان شاء الله واصل للعيبه. يعني الحمله اللي فاتت وكل الامور اللي فاتت والانتقادات الكبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي انعكست على اللعيبه، وده اللي مستنيها بقى يكون في تجدد دوافع بشكل كبير، نشوف بقى شخصيه النادي الاهلي من جديد، نشوف روح الفانيله الحمراء، كل ده باذن الله هنشوفه بامر الله النهارده غدا في 90 دقيقه تكون قويه جدا اداء ونتيجه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. عايز ابدا معاك بنقطه مهمه جدا وهي صالح جمعه. يعني طبعا صالح جمعه زي ما بنقول كان عنده اصرار كبير واشتغل على نفسه بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، والحقيقه انت عارف محمد احنا بنبقى متواجدين في التدريبات قبل التدريب، التدريب بيبقى 5 قناه الاهلي بيكون متواجد قبل التدريب باكثر من ساعه، صالح جمعه بيكون متواجد قبل التدريب، تدريب 5 يكون موجود 3، تدريب 9:30 بيكون موجود الساعه 7:30 الصبح. ده واضح جدا من تركيزه واهتمامه ان هو عايز يرجع من جديد لصفوف القلعه الحمراء، وايضا كمان لمشاركه معه في كل لعيبه النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او البطوله الافريقيه. لكن من الواضح النهارده طبعا ان صالح جمعه لسه بيتم تجهيزه، شفناه النهارده مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي مع محمود عبد المنعم كهربا، تدريب فردي، تدريب كان كوره، كان تدريب قبل التدريب كان الساعه 3 عصرا، انت عارف تدريب 5:30 تدريب يمكن الخاص بيه كل اللعيبه اللي ما كانتش متواجده او اللعيبه تحديدا اللي موقوفه زي محمود عبد المنعم كهربا. صالح جمعه ادى تدريب قوي جدا النهارده، التقرير الطبي، التقرير الغذائي، كل الامور دي منتظرها مستر ريني فايلر، زيادات الوزن، موضوع الدهون، كل الامور دي شغال عليها الجهاز الطبي بشكل كبير جدا ومع مسؤول التغذيه ايضا هنا في النادي الاهلي. لكن كنا بنتمنى نشوف صالح في مباراه الغد او في القائمه، لكن من الواضح ان شاء الله ان في تجهيز قوي لصالح. يعني اكيد الجهاز الفني عايز صالح يكون متواجد في ارضيه الملعب بصوره كامله، وان هو يظهر لكل جمهور النادي الاهلي وهو في الفورمه وهو جاهز بنسبه 100%. فان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق لصالح جمعه ان هو يستمر مع الالتزام المميز ده ليه، وان شاء الله يكون متواجد. بالظبط احمد الشيخ كمان يمكن دي النقطه اللي انا كنت بكلمك عليها، متواجد بكل جديه في التدريب، بيشارك بكل جديه النهارده، خلاص الام الكاحل دي راحت بالنسبه له، وده اللي اتاكدنا عليه من طبيب النادي الاهلي خالد محمود. ان شاء الله باذن الله النهارده ينتهي التدريب بدون اي اصابات وبدون اي كدمات للاعيبه النادي الاهلي. وليد سليمان ايضا اللي هيكون غايب عن مباراه الغد، وليد سليمان يمكن عنده صعوبه في التنفس شويه للكدمه القويه جدا اللي كانت في مباراه الزمالك، هي في الكتف وفي الصدر زميلي محمد. بالظبط يمكن ده اللي اطمنت عليه من طبيب النادي الاهلي ايضا خالد محمود، قال لي عنده صعوبه شويه في التنفس، ياخد من 4 أيام ل5 أيام بعد مباراه ان شاء الله مباراه الجونه غدا. ايضا كمان محمد دهاني اللي هيغيب 3 انذارات، محمد دهاني مش هيكون متواجد في مباراه الغد. لكن كل اللعيبه بقى زميلي محمد جاهزه بشكل عام، لعيبتنا ان شاء الله باذن الله تكون في الميعاد بالنسبه لبكره ان شاء الله، التدريب شغال دلوقتي. يعني في جزء تكتيك هيكون النهارده كبير جدا، هنشوف كرات ثابته، هنشوف تمركزات، هنشوف امور عديده جدا مستر ريني فايلر مركز عليها بشكل كبير. لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا باذن الله النهارده غدا تحقق 3 نقاط مين جدا. حسين الشحات كمان عشان ما انساش ان شاء الله باذن الله في خلال 4 أو 5 أيام هيكون متواجد ان شاء الله في النادي الاهلي، هيعمل مسحه طبيه الاول، هينتظر طبعا نتيجه المسحه لان يكون بقى متواجد في المستطيل الاخضر يكمل باقي التاهيل الخاص بيه، وان شاء الله يعود من جديد. المسحه ايضا كمان الخاصه بيه النادي الاهلي اللي اجريت من 48 ساعه مسحه سلبيه تماما، وده اللي اكد عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ. باذن الله ان شاء الله القادم يكون افضل زميلي محمد لكل لعيبه النادي الاهلي. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا يا كريم وهي عليها علاقه بتجدد الدوافع، دي نقطه كانت بيتميز بها النادي الاهلي خلال سنوات سابقه وكان بيشتغل عليه اكتر من مدرب مع الاهلي، ان دايما الاهلي بيتميز عن اي منافس اخر وانت كسبان او انت خسران ازاي تجدد الدوافع عشان تستمر دايما في المركز الاول وعندك معترك مهم جدا خلال الفتره الجايه.
بالتاكيد يا محمد. طبعا دي نقطه مهمه جدا، لان احنا معروف طبعا لعيبه النادي الاهلي 90 دقيقه بتنتهي بيفرحوا 3 دقائق، ثم بعد كده بيكون في مباراه ثانيه، ومحتاج ان تكون دوافع متجدده بشكل كبير. الحافز موجود، الدافع موجود، الرغبه موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. ابقى بنشوف اللعيبه مجمعه مع بعض، دي بتنعكس علينا، بنقول ان اللعيبه يمكن مركزه وعندها ثقه ان هي تحقق نتيجه. طبعا النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، كل بيبذل كل مجهود. احنا شفنا مباراه الزمالك اكتر من فرصه يمكن النادي الاهلي اهدرها، ما كانش فيه توفيق، لكن لعيبتنا عندها حافز كبير جدا وعندها رغبه ان هي تسعد كل جمهور النادي الاهلي. بنشوف ان جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم اللعيبه، بينعكس عليها وبتوصل لها الكلام ده. هدف وحيد هو هنا داخل النادي الاهلي، سواء للاداره او للعيبه او الجهاز الفني، هو اسعاد الجمهور ووصول النادي الاهلي الى القمه. ده اللي بنقوله وبناكده. احنا فارقين ان شاء الله بفارق نقاط كبير، منتظرين اكتر من كده كمان. جمهور النادي الاهلي طماع، عايز الفرق يبقى 17 و18 و20 ان شاء الله، ودي حاجه ونقطه ايجابيه وصحيه جدا لكل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله محمد القادم يكون افضل باذن الله لعيبه النادي الاهلي. زميلي العزيز كريم احمد، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشره من ملعب مختار التتش للتعرف من خلالك على كيف يستعد الاهلي لمباراه الجونه. اهم حاجه يا جماعه تجديد الدوافع وتجديد الثقه وعدم هز الصفوف داخل الاهلي باي شكل من الاشكال. قدامنا في الصوره كان ياسر ابراهيم داخل ملعب التتش. انا عايز ياسر يبقى مبتسم، يستعد للي جاي، لسه عنده ماتشات الفتره الجايه اكتر واقوى من مباراه الزمالك، يستعيد عافيته بسرعه، يكون جاهز للماتشات الجايه. الاهلي عنده ماتشات اقوى واصعب من مباراه الزمالك، الاهلي عنده معترك مهم جدا الفتره الجايه، الاهلي بيلعب على بطوله، الاهلي ما بيلعبش على ماتش، الاهلي بيلعب على بطوله. خسرت ماتش لا قدر الله، تشوف اخطائك فين وتعالجها الفتره الجايه، ورب ضاره يعني نافعه في التوقيت الحالي. انت ممكن تكون خسرت من الزمالك، لكن دقت جرس انذار بالنسبه للمرحله الجايه عشان تشوف اخطائك فين وتعالجها قبل المباريات الحاسمه في الدوري وقبل بطوله افريقيا. لكن هرجع تاني لعناوين السوشيال ميديا بالنسبه لترند الاهلي. طبعا اتكلمنا عن صالح جمعه، وكريم كلمنا على فكره صالح جمعه النهارده، كان موجود في التمرين الصبح، ومعنى كده مش هيكون موجود في الماتش عشان لسه في بعض القياسات والامور الطبيه بتجهزها عشان يكون اللاعب ان شاء الله جاهز للمرحلة الجاية. طبعا مباراة الأهلي والجونة، الأهلي لعب الجونة 14 مرة في الدوري، الأهلي كان ليه الغلبة 9 ماتشات وتعادل 4 مرات، وخسر الأهلي مرة واحدة، وكان أكبر نتيجة الفوز كانت الأهلي ب 13 هدف مقابل لا شيء. وطبعا فاكرين هذه المباراة الشهيرة اللي الجونة لعب فيها بعدد كبير جدا من لاعبي قطاع الناشئين. أحمد الشيخ كمان النهاردة من خلال القائمة إن شاء الله هيتحدد موقفه ويكون جاهز، وحسين الشحات بإذن الله خلال الفترة الجاية يقترب جدا للانضمام إلى صفوف الفريق. لكن في سؤال مهم جدا، او في كان سؤال متعلق بوليد ازارو، يعني اتسال على فكره ان وليد ازارو ممكن يكون موجود في مباراه الوداد المغربي، وده كان سؤال او سوبر كوره من الحساب الرسمي على تويتر، كانت قالت من خلال تقرير شرحت فيه ان الجزء اللائحي او القانوني، هل يحق للاهلي الدفع بوليد ازارو امام الوداد المغربي؟ طبعا وليد ازارو تم اعارته للاتفاق السعودي، طالما تم اعاره اللاعب البطاقه بتخرج من نظام التي ام اس هنا بالنسبه للاهلي وبتروح لنادي الاتفاق السعودي، وبالتالي خلاص وليد ازارو حاليا مش على ذمه النادي الاهلي، وبينتظر بعد نهايه فتره الاعاره وفتح التيم اس والانتقالات من جديد بتعود بطاقه وليد ازارو، بيعود من جديد الى تدريبات النادي الاهلي. فبالتالي وليد ازارو هيكون خارج الحسابات طبقا للائحه والقانون، فمش هيكون موجود في مباراه الوداد المغربي. اخر حاجه، وهي زياره وزير الشباب والرياضه لمنزل مؤمن زكريا في منزله. طبعا مؤمن زكريا من اللعيبه اللي جمهور النادي الاهلي مش هينساها، ودايما وابدا في كل لحظه جمهور النادي الاهلي بيوصل رسائل الدعم لمؤمن زكريا. حتى النهارده على هامش زياره وزير الشباب والرياضه كان في ايضا كمان عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي. من قبل وصلوا عند بيت مؤمن زكريا، وكان في صيحات وهتافات لمؤمن زكريا اسفل منزلي في مدينه نصر. والنهارده زي ما انتم قدامكم على الصوره اهو، جمهور النادي الاهلي وهو داخل منزل مؤمن زكريا بيسنده وبيدعمه، وجمهور النادي الاهلي هيفضل في ظهر وهيفضل سند لمؤمن زكريا، احد نجوم النادي الاهلي واحد لاعبي النادي الاهلي. والنادي الاهلي دائما وابدا ممكن ما يحبش يتكلم في الاعلام عن بعض التفاصيل الصغيره المتعلقه بمؤمن زكريا، لكن دائما النادي الاهلي بيسلك الطريق الشرعي او الطريق القانوني لما بيكون عايز يصرف عقود او عايز يعمل امر معين، بيتجه لوزاره الشباب والرياضه. لكن في النهايه الاهلي لما طالب وزاره الشباب والرياضه كان طالب بصرف العقد بالكامل لصالح مؤمن زكريا. البعض كان قال لك مرتب شهري او كده، الاهلي كان طالب بصرف كامل العقد لصالح مؤمن زكريا. النادي الاهلي حريص جدا على احد ابنائه، ومش احد ابنائه، احد اولاده اللي تربى داخل قطاع الناشئين ومن يعني منذ الصغر كان لاعبا في صفوف النادي الاهلي. الف مليون سلام عليك يا مؤمن، وكل لحظه وكل دقيقه وكل ساعه هنذكرك بالخير وعن دعمك لغايه لما ترجع احسن واحسن من الاول. بالتوفيق دايما يا مؤمن، وكلنا في ظهرك على طول باذن الله. اخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ومستمرين بالتاكيد في برنامج الترند عشان نرصد الجديد عبر السوشيال ميديا وما يكتب بالنسبه للنادي الاهلي او حتى في الرياضه المحليه والرياضه العالميه. لكن بسرعه نروح لعناوين ترند المحلي. نشرت الصفحه الرسميه لاتحاد الكره على الفيسبوك اسماء حكام مباراتي اليوم بالدوري. عندنا مباراتين، انبي مع اسوان وبيراميدز امام الانتاج الحربي. ومن الصفحه الرسميه لسوبر كوره على الفيسبوك قالوا ان اللجنه الخماسيه تخطر الاهلي والزمالك باربع مخالفات في القمه. كمان من الصفحه الرسميه لليوم السابع على تويتر كتبوا ان اتحاد الكوره يلغي مساحات كورونا قبل المباريات. والحساب الرسمي للاهرام على تويتر ايضا كتبوا ان جهاز المنتخب الاولمبي بيدرس مصير وديات اكتوبر ونوفمبر استعدادا لاولمبياد طوكيو. طبعا الترند المحلي احنا مش بنتكلم في تفاصيل كتيره لان طبعا الاخبار المحليه طبعا قليله، لان خلاص عجله الدوري دايما الحدث كله بيبقى النادي الاهلي، فلما تلاقي الاخبار كلها عن النادي الاهلي تلاقي الاخبار المحليه قليله جدا، وهتلاقي اخبار المنتخب قليله جدا والمنتخب الاولمبي قليله جدا. طبعا لسه بدري على اجنده اكتوبر ونوفمبر، وهنتكلم على هذا الموضوع. احنا من حوالي اسبوعين اتكلمنا السبق والانفراد في وقتها لما اتكلمنا على اجنده اكتوبر وايه اللي حصل فيها. لكن النهارده عندنا مباراتين في الدوري، انبي مع اسوان وبيراميدز امام الانتاج الحربي. انبي مع اسوان حاليا النتيجه التعادل الايجابي 1-1. ما ننساش ان اسوان في المباراه السابقه كان عمل نتيجه كويسه جدا وكبيره على المقاولين وفاز بهدف مقابل لا شيء، وكان مسعد عوض كان عامل مباراه كبيره جدا. مسعد عوض بالمناسبه كاتب على صفحته الشخصيه لاعب سابق في النادي الاهلي وفي توقيت معين ان شاء الله هرجع تاني للنادي الاهلي. ده مسعد عوض حارس مرمى اسوان اللي مش قادر ينسى اللحظه اللي كان موجود فيها في النادي الاهلي وعنده تحدي انه هيرجع النادي الاهلي من تاني. عمل مباراه كبيره امام المقاولين وبنبارك له عليها بالتاكيد، لانه مسعد من الحراس المتميزين جدا. بالليل طبعا في مباراه بيراميدز والانتاج الحربي، تقدر تقول هي مباراه متكافئه لان بيراميدز طبعا في بينافس على المركز الثاني او الثالث مع الزمالك ومع المقاولين، كلهم بينافسوا على المركز الثاني عشان دوري ابطال افريقيا. والانتاج الحربي عامل نتائج كويسه جدا طبعا الفترات الاخيره، فمباراه تقدر تقول متكافئه لان في النهايه انت المباراه داخل الملعب 11 قصاد 11. طبعا ممكن القيم الماليه والتسويقيه للفريق تكون اعلى من فريق، لكن شفنا ده في دوري ابطال اوروبا ممكن يكون باريس سان جيرمان متخطي 2 مليار يورو صفقات وتسويق، لكن في النهايه خسر من بايرن ميونخ اللي ممكن يكون حجم التسويق بتاع فرقته لا يتخطى ربع هذا المبلغ ونصف المبلغ. فبالتالي هي في النهايه لعبه عايزه رجوله و11 راجل داخل الملعب، لكن في النهايه هنشوف ان شاء الله النهارده مباراه ممكن تكون جيده. طيب اللجنه الخماسيه وسوبر كوره اهتمت بهذا الخبر، واللجنه الخماسيه بتقول ان هي هتخطر الاهلي والزمالك باربع مخالفات حدثت في مباراه القمه. هي المخالفات مش مخالفات ليها علاقه بالمباراه بشكل فني، لا هي مخالفات ليها علاقه بالاجراءات الطبيه المتبعه في مباريات الدوري في زمن الكورونا. اللجنه الخماسيه حذرت الناديين من تكرار هذه المخالفات في المباريات القادمه، والمخالفات بتتكلم على فكره عدم التزام اللاعبين بالاجراءات، وابرزها يعني تبادل العناق والاحضان عقب الاهداف وتناول المياه من نفس الزجاجات وعدم التزام البدلاء بارتداء الكمامات وعدم الالتزام بالمسافات المتفق عليها وهي متر ونصف من كل لاعب على دكه البدلاء. انا والله فاكر وانا بتفرج على ماتش الاهلي والزمالك كنت بص على دكه الاهلي كنت شايف الالتزام ده على فكره، يعني كنت شايف الاهلي كل اتنين قاعدين على يعني بتتكلم على دكه البدلاء واحده، ما كانش في دكه البدلاء اللي هي الكامله المكتمله اللي فيها الطقم بالكامل بعدد البدلاء، لا كل اتنين موجودين على مقعد وبين المقعد والتاني حوالي متر ونص، وفي مساحات كبيره لدرجه حتى ان ممكن العمال يكونوا قاعدين على الايس بوكس اللي بعد دكه البدلاء. الجهاز الفني قاعد وكنت شايف الكمامات على كل اللعيبه. فانت لو عندك في مشكله في طرف تاني او عندك عدم التزام لاطراف تانيه يعني يا ريت ما يبقاش القصه تجميع الكل. يعني ما فيش توازن، انت عندك مخالفه في مكان قول المخالفه كذا، مش عيب على فكره ومش هتزعل ومش هتخوف يعني. لكن ما تجمعش. لان انا وقتها لما شفت يعني ما يعني لما احرز ياسر ابراهيم الهدف ما كانش فيه عناق ولا كان فيه احضان ولا بتاع، بالعكس ده كله كان رايح يجيب الكوره عشان عيل قال عايز يكسب. يعني لو تركزوا وتاخدوا بالكم من فكره الهدف مفيش لعيبه جريت على الخط ونامت على الارض وعملت احتفال بنصف نهائي دوري ابطال اوروبا. لا الاهلي جاب الهدف وعايز يجيب الكوره عشان يجيب الهدف الثاني. الاهلي كان عايز يكسب. مش وقت ان هو يبقى فيه قبلات واحضان وبوس والكلام ده كله، الاهلي كان عايز يكسب فما كانش فيه سلامات والكلام ده كله. فما كانش فيه صبيه الملاعب داخلين من غير كمامات. ما كانش فيه صور جماعيه مع احد اللاعبين على ارض الملعب واللعيبه الصغيرين كلهم ملتفين حوله. الصور كان واضحه، لو عندكم مخالفه طبيه اعلنوها وقولوا سين صاد عين، ما تقولوش كله عشان في الاخر ايه شغل التوازنات حتى في الاجراءات الطبيه مش سليمه. يعني عندك مشكله في خطا طبي عند طرف قول الخطا ده عند الطرف ده، واتمنى يكون في لائحه في الاخطاء الطبيه
لازم تكون عندك لائحة في الأخطاء الطبية. في نادي ما التزمش بالإجراءات الطبية وقع عليه عقوبة وغرامة على طول، أو وقع عليه عقوبة حسب اللائحة اللي هتحطها. لكن فكرة كده أخطاء ولازم نلتزم ولازم نغير ولازم نعمل، ده مش صح على فكرة. وأنا حاجات كتير بصراحة بشوفها في الدوري المصري، حاجات كتير غلط غلط غلط، والله أعلم كمان المراقبين بيعملوا المساحات ولا لأ، أو مش عارف بصراحة. طيب اتحاد الكرة قال بقى كمان إن هنلغي مساحات الكورونا قبل المباريات، وهيكون في بروتوكول طبي آخر الفترة الجاية بعد اللي كان فيه ارشادات معينه في الفتره الاخيره، مش هنلتزم بيها وهنغير البروتوكول الطبي، وهيكون في تيست كده متعلق بسحب عينه دم الفتره الجايه عشان نشوف من خلالها مساله في اصابه فيروس كورونا ولا لا. لو في العينه فيها مشكله ممكن نعمل مسح، مفيش مشكله في العينه خلاص اللعيب يلعب ومفيش اي ازمه. طيب اخر حاجه، جهاز المنتخب الاولمبي بيدرس وديات اكتوبر ونوفمبر. انا في المكان ده من حوالي اسبوعين طلعت وقلت مفيش اجنده في اكتوبر، وقلت قبل كده لا هيبقى في كاس امم افريقيه ولا في تصفيات كاس امم في 9 ولا 10، وقلت 11 غير مؤكده، ورغم ان المواعيد تم اعلانها من الاتحاد الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي لكنها غير مؤكده. كله في النهايه سيخضع للبروتوكول الطبي، واجنده اكتوبر بالنسبه للمنتخب الاولمبي مش اكيده، لانك عندك ناديين بيلعبوا دوري ابطال افريقيا صعب تسحب منهم لعيبه في اجنده زي دي، والاتحاد الافريقي قال اجنده وديه. كلام واضح، واتمنى بقى الجدول الدوري يعلن وتطلع تفاصيله حتى المباراه الاخيره، لان بالمناسبه اختم بس الجزء ده وبعد كده هطلع فاصل. لو الدوري المصري لا قدر الله اتلغى السنه دي، انا بقولها هو علني قدام الناس كلها، والدوري السنه الجايه هيتلعب في 11 وحصلت مشكله واتلغى، لائحه المسابقات في الاتحاد الافريقي بتمنع اي دوله ان يشترك من انديتها في البطولات الافريقيه للانديه اذا اتلغى عندها 2 موسمين متتاليتين للدوري العام. المشكلة دي في ليبيا حاليا وبيشوفوا لها حل، لأن دوري أبطال إفريقيا القادم الكونفدرالية من الوارد بنسبة 99% مش هيكون في أي نادي ليبي بيشارك فيها بسبب إلغاء الدوري أكتر من مرة. لو لغيت الدوري المصري السنة دي والسنة الجاية مش هتلاقوا أندية مصرية بتلعب في دوري أبطال إفريقيا، ودي لائحة المسابقات اللي محدش بيراها ولا بيطلع عليها. أخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وترند العالمي وما يكتب بخصوص الكره العالميه خلال الساعات الاخيره والسوشيال ميديا تحديدا بعد فوز الباير بدوري ابطال اوروبا. بالتاكيد في تفاصيل كتير والترند العالمي فيه عناوين مهمه جدا نتابعها. نبدا من الحساب الرسمي لمجله اس الاسبانيه على تويتر اللي نشر خبر الافراج عن النجم البرازيلي رونالدينيو بعد احتجازه في باراغواي لمده 5 اشهر. كمان حساب يونايتد زون على تويتر نشرت خبر ان فيكتور ليوندوف مدافع مانشستر يونايتد منع لصا من سرقه حقيبه امراه مسنه في السويد اليوم، واحتجزوا حتى وصول الشرطه. والحساب الرسمي اللي في الجول نشر احصائيات لويس سواريز مع برشلونه بعد تاكد اخبار رحيله. ايه اللي بيحصل في البارسا؟ اما حساب في الجول على تويتر قال ان كينجسلي كومان لم يسجل هدف الفوز بدوري ابطال اوروبا فقط، بل وصل الى بطولته رقم 20 وهو بعمر 24 فقط. اما الحساب الرسمي للدوري اليوناني قال ان احمد حسن كوكا لاعب منتخبنا الوطني تم اختياره كاحسن لاعب في المرحله النهائيه من الدوري. طيب كمان هنكمل عن فكره ان حساب يلا كوره قال ان مانشستر سيتي الانجليزي بيفتح خزائنه لضم ميسي. على فكره يا جماعه، فكره بعد خساره برشلونه الفتره الاخيره لكل الالقاب، بتتكلم على الدوري وبتتكلم على دوري ابطال اوروبا والخساره الكبيره امام بايرن ميونخ، بقى في كلام كتير جدا بخصوص نيونيل ميسي الفتره اللي جايه. هل ممكن ينتقل الى الانتر؟ هل ممكن ينتقل الى مانشستر سيتي؟ بالمناسبه في فرق شاسع جدا بين فكره الانتر والميلان. يعني انتر ما ينفعش تقول انتر ميلان، انتر. الميلان اي سي ميلان، ما ينفعش تقول انتر ميلان، هنا ده في اختلاف ما بين اسامي ناديين، انترناسيونال هو الانتر، والناحيه الثانيه ده اي سي ميلان اللي هو الميلان. فبالتالي هل ممكن ينتقل للانتر؟ هل ممكن ينتقل لمانشستر سيتي؟ محدش عارف بالظبط ايه موضوع ميسي الفتره اللي جايه، لكن حاليا في برشلونه في تفاصيل كتيره جدا وفي مشاكل كتيره حتى ليها علاقه بانتخابات اللي ممكن تحصل خلال الفتره اللي جايه. لكن هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل بخصوص ميسي بالنسبة للمرحلة الجاية. لكن عايز أبدأ بخبر البرازيلي رونالدينيو اللي فضل محتجز لمدة 5 أشهر في باراغواي. بالمناسبة يعني أنت بتتكلم قدامك أهو بعد
اللقطات الحصرية طبعا لمسألة رونالدينيو والإفراج عن النجم البرازيلي رونالدينيو في الفترة الأخيرة. أكتر لاعب كان واقف في صف رونالدينيو قدامكم حتى في الصورة كان صامويل إيتو. يعني حتى في بعض وسائل الإعلام الأوروبية والعالمية اتكلمت على دور صامويل إيتو في الوقوف بجوار صديقه وزميله لما كانوا بيلعبوا مع بعض في برشلونة قبل كده. صامويل إيتو لما كان متواجد مع رونالدينيو، رونالدينيو فضل متواجد ومحجوز لمدة 5 شهور في السجن داخل باراغواي، لكن أخيرا تم الإفراج عنه. ودايما كده تحس إن في مشاكل بتبقى متعلقة دايما بمعظم اللاعبين الموجودين في أمريكا الجنوبية. من قبل كان مارادونا، ثم بعد كده كان في تفاصيل وكلام كتير حول رونالدو النجم البرازيلي، حاليا رونالدينيو. لعيبة أمريكا الجنوبية دايما بيبقى فيه كلام كتير حواليها. طيب الخبر الثاني هو حساب يونايتد زون على تويتر نشرت خبر إن فيكتور ليناندلوف مدافع المان يونايتد قدامكم على الصورة منع لص من سرقة حقيبة امرأة مسنة في السويد اليوم، واحتجزوا حتى وصول الشرطة. فبتتكلم بقى عن يعني انت بتتكلم على لعيب لعيب كورة مشهور وكل حاجة، لكن شاف موقف قدامه ما ينفعش يعني يقف عنده ساكت. بقى انت بتتكلم بقى عن الطابع المصري، يعني لما بيكون شايف حاجة غلط ما يقفش ساكت في الشارع، لا يتدخل بسرعة. فأنقذ سيدة مسنة من السرقة وفضل موجود لغاية لما الشرطة جت عشان تحتجز وتقبض على اللص اللي حاول يسرق حقيبة الامرأة المسنة من السويد. طيب حاجة تانية برضو ليها علاقة بلويس سواريز، ولويس سواريز برضو المهاجم المشاكس في برشلونة. هتسمعوا أخبار كتير قوي على برشلونة الفترة القادمة بسبب المشاكل والخسائر اللي بتحصل في برشلونة، ولا دوري ولا كاس ولا حتى دوري أبطال أوروبا. ففي كلام طالع على فكرة إن لويس سواريز كمان ممكن يرحل من برشلونة خلال الفترة الحالية. تتكلم لو سواريز مشي، لو بتتكلم كمان على ميسي ممكن يمشي، برشلونة هيكون وضعه ايه في الدوري الاسباني؟ هتبقى صعبة جدا بالنسبة للمرحلة الجاية. وده اللي بيميز ريال مدريد عن نادي برشلونة. ريال مدريد بيعتمد على العمل المؤسسي او شغل الاجهزة الفنية، لكن البارسا بيعتمد على النجم او الشخص الاوحد. طيب نروح بسرعة برضو بقى نشوف مشاركتنا، لان النهاردة كنا طرحنا سؤال مهم جدا بالنسبة لجمهور النادي الاهلي. شوف المشاركات، لان كنا طرحنا سؤال مهم ليه علاقة ايه هو التشكيل الابرز اللي ممكن الاهلي يلعب بيه مباراة الجونة بعد مباراة الزمالك الاخيرة. نبدأ بيه طارق محمد ابو العريبي، قال التشكيل ممكن الشناوي، احمد فتحي، علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، عمرو السولية، حمدي فتحي، احمد الشيخ، اليوباجي، اجاييه، مجدي افشه. هو عارف الغيابات ومحدد التشكيل ممكن في اي اطار. حمو عادل قال الشناوي حراسة المرمى، ظهير ايسر علي معلول، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، اثنين مساكين، محمد هاني، بس محمد هاني مش هيكون موجود للانذار الثالث، اليو ديانج، السولية، اجاييه، محمد مجدي قفشه، جيرالدو، بادجي. احمد خالد قال محمد الشناوي، فتحي، رامي، ياسر، علي معلول، السولية، حمدي فتحي، صالح جمعه. صالح طبعا مش هيكون موجود في الماتش النهارده، كان بيتمرن الصبح. جيرالدو، اجاييه، اليو بادجي. جمهور بيتفاعل وعايز يشوف التشكيل الافضل ايه. الشناوي، فتحي، ياسر، ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، السولية، ديانج، جيرالدو، قفشه، اجاييه، وبادجي. محمود الصافي قال الشناوي، فتحي، ياسر، ايمن اشرف، معلول، السوليه، حمدي فتحي، قفشه، جيرالدو، اجاييه، بادجي. الناس كلها بتاكد على فكره بادجي كراس حربه، الناس كلها شافت الثقه اللي عند بادجي في المباراه الاخيره وان شاء الله يكمل عليها. عبد الرحمن عصام قال الشناوي حراسه المرمى، شكري اللاعب الصاعد، ياسر، ربيعه، فتحي، عربي، بدر، حمدي فتحي، مجدي قفشه، بين قوسين صالح لو ممكن يكون احتياطي، اجاييه، وجيرالدو، وبادجي. طيب شكرا للمشاركات بالتاكيد، والناس شاركت معانا النهارده في الاجابه على هذا السؤال، لكن الكل كان بياكد على فكره بادج في التشكيله الاساسيه. وقلت لكم جمهور النادي الاهلي واعي كويس قوي وفاهم كوره كويس جدا، وعارف اللعيب لما بيخلص وبيضيع وبيحاول وبيجتهد بيحاول يعمل حاجه كويسه وبيدي الثقه فيه بالنسبه للحاجه الاخيره. اختم بترند على تويتر حاليا، هاشتاج منذ ساعه لكن حاليا هو رقم واحد على تويتر في مصر، نثق في فايلر. In Vailar we trust. جمهور النادي الأهلي بيثق في رينيه فايلر، حاليا هو ترند على مصر، ترند على تويتر في مصر رقم واحد. في أقل من ساعة اتكتب الهاشتاج وبقى حاليا جمهور النادي الأهلي كله دخل تفاعل مع الهاشتاج، وحاليا أصبح فايلر رقم واحد على تويتر في مصر، والكل بيثق فيه بالنسبة للمرحلة الجاية. فايلر اللي كسب المباريات الكبيرة، فايلر اللي كسب سان داونز، فايلر اللي تأهل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فايلر اللي عامل 16 انتصار متتالي ومن 21 مباراة خسر مباراة واحدة، فايلر اللي أبدع والكل أشاد بيه في المباريات السابقة، فايلر اللي في مباراة السوبر في الإمارات الكل قال عمل مباراة كبيرة لكن سوء الحظ وجهه. ممكن يكون فيه أخطاء
لكن هنعالجها الفتره الجايه. لكن في النهايه عندنا مدرب كبير، مدرب واعد، كلنا في ظهره وفي ظهر اللعيبه، والجمهور فاهم المرحله الجايه محتاجه نقف في صف النادي ازاي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.